تودرا تروح شو؟ نعم. أوكي وأنت شو تقول؟ كلام عربي. أوكي وشو تقول في مثل هذا الموقف؟ بروح أقول صديق بروح برا بس. أوكي وأنت شو تقول؟ أساعده وجيب له أكل. جيب له أكل وهو جالس هني يعني؟ إيه. أوكي وأنت شو تقول؟ ساعده. كيف تساعده؟ يعني أقوم خليه على راحته. أوكي وأنت شو تقول؟ أساعد يسير اشتري له وساعد يوم يبغي يسير الحمام أو يوم يبي يطلع الدرج. أساعد عشان يوم يروح ما بده أجيب له أكل وأشتري له. أوكي وأنت؟ والله يعني لو طلب مني أي حاجة والله يعني أنا تحت أمره. أوكي وأنت؟ أساعد يعني أوديه ياي وأجيبه وين يبغى يسير أسير ياه. خلاص وأنت شو تقول؟ ساعده في كل طلباته لو بده يطلع درج ينزل يروح يشتري بساعده في اي طلب بده. اوكي وانت؟ اساعده في يعني شو اللي بده اياه اساعده في كل شيء اللي بده اياه. انا اساعده اذا كمان بده يعني اكل بعطيه اكل وبدي مساعده باي شيء بده. يعني في جرس الفصحى هو الواحد يبي يرتاح كذا بيظهر يتمشى وغيره، انت شو تسوي اول ما يدق الجرس؟ تركض عنه ولا تجلس وياه تتمشى وياه ولا شو تسوي؟ لا يعني اذا بده هو كمان يروح يفتح الجرس بمشي معه بفتح يعني بفتح الباب نتحدث مع بعض. اوكي وهذه هي الاجابه الصحيحه ونشكرك والف مبروك مجموعه من الكتب مقدمه من دار الحكمه تفضل.